السلام عليكم، بغيت نعشي ميكروفون بحال هذا بطريقة سهلة جدا. جيب واحد الكانيطة كبيرة ولا صغيرة ونحطو هاد اللعبة باش نحطو عليها الموس، وغادي نبقاو ندورو. بقى الأطراس ديال الكانيطة مقاد، دابا غادي نزيد نعاون شوية نقطعو حتى كنحصل على هاد الشكل هذا. ونرجعو تاني نجيب شي حاجة صغيرة ديال السكوتش ونقطع واحد المورسو صغير من الكانيطة التحتاني بهذا الشكل هذا، وغادي نقطعو. انت كتفرج حاول دير لنا واحد لايك واحد اشتراك في القناة، دعمونا شوية. غنقطع واحد شوية في الخانيطة باش تدخل في وقتها. ودابا تدخل بسهولة، جات بهذا الشكل. جبت سكوتش كحل، هذا ميكرو بالنسبة لدوك الناس اللي كيبغيو يديرو محتوى وكيبغيو يبانو، كيكونش عندهم ميكرو. على الاقل بعدا كيكون عندك واحد الميكرو اللي كيبان زوين كانه حقيقي. بعد ما دورت عليه السكوتش، جيب شي حاجه عندك ودير فيها واحد الثقبه هنايا. المهم هادي غير كانت عندي زايده. قطع شي قرعه ولا شي لعبه ونقطع الكانيطه من تحت، نوسع شويه هاد البلاصه. جات بهذا الشكل وجبت هاد اللعيبة عاود. هاد الحوايج ماشي إجباريين، ضروري يعني أي حاجة تكون متوفرة عندك. وندير لها كولا ونلصقها، جات بهذا الشكل. وجبت لي زيات، غادي نقطعهم من الفوق. ما بغيتش أنا نوريك السناطات، خاصني غير الميكرو. هاد الميكرو هذا هو اللي تهضر فيه، غادي نركبوه ويخرج من الجهة المقابلة وركبوه في هاد الغلاقة ونثبتو شوية بالكولا باش يشد بلاصتو. وغادي ندير الكولا وغادي نلصقها. جيب شي حديدة عندك ولا بلاستيكة ولا أي حاجة عندك، نخرج منها هاد الزيات. غنلصقها هنايا. جيب واحد البونجا اسفنجة، غتقطعها على واحد الشكل ديال الميكرو كبير. غنديرو واحد، المهم غتبعو هاد الطريقة اللي كندير هنايا. طريقة سهلة جدا، غير بدا كتنقص منو تنقص منو حتى يعطيك الشكل ديال الميكرو، وتبقى تنتف تنتف بحال الشكل هذا. نتفو مزيان، غادي تجيب الشكل ديال، ما يجيب واحد الشكل زوين. هانتوما كيف جا. دابا نقطع في الوسط، غندخل ديك اللعيبة ديال الميكرو. غنخرج الميكرو من هاد البلاصة هادي، تقوت بلاصة منين غادي نخرج الميكرو. غنخرجو من تما بهاد الطريقة. المهم غتمشي غتصاوب واحد اللعيبة ديال القناة ديالك كيف ما كانت. أنا غير وريتكم الطريقة وصافي، غادي على تاي تلصقها تما. جيب السكوتش على حساب التزيين وصافي. دابا كنقاد كنزينو شوية، نجيب الصباغة زرقاء وغادي نصبغ هاد اللعيبة الفوقانية، هاد البونجا ديال الميكرو. وجاب هاد الشكل هذا. دابا غادي نزيد نزين واحد شوية بهاد الضو صغير. ان شاء الله قدامكم جاب هاد الشكل، شكل زوين ميكرو على قد الحال وبنظرة زوينة. طريقة بسيطة تقام عليك مجانا. وما تنساوش واحد لايك للفيديو واحد اشتراك وتسناو الجديد. والسلام عليكم.